مرحبا بحضراتكم في اخر فقره. وزي ما كنا كده بنقدم الفقره دي في بدايه الحلقه كنا بنتكلم ان في مزيج هنا رائع جدا بين الرياضه بين السياسه بين المراه وبين الشباب، حاجه جميله جدا ونموذج رائع. خلينا نرحب بالبطله ولا النائبه، بس على كل حال هاديه حسني لاعبه منتخب مصر لريشه الطائره والنائبه البرلمانيه عن دائره شرق الدلتا محافظه الشرقيه. صباح الخير سياده النائبه، بقى نقول كده منورانا. ربنا يخليك. طب احنا فعلا دلوقتي في ورطه، يعني نخطط يا كابتن ولا سياده النائبه ولا هنمشي؟ بس يعني بعد في خط سير الحوار هيمشي معاك. لا انا هاديه. منوره الدنيا هاديه، سعداء بيكي وبانجازاتك. سهل جدا الواحد يستنتج ان انت انسانه طموحه، مش كده برضه؟ دي حقيقه. يعني بتشتغلي على طموحك ده ازاي؟ تعالي نتعرف اكتر عليك. هو انا اي حاجه بحلم بيها يعني بجتهد عشان اوصل لها، حتى لو ما وصلتلهاش ببقى بكتفي ان انا بشرف المحاوله وان انا الطريق للوصول اليها حتى لو ما وصلتش ليها. فانا دايما كده في اي حاجه، حتى في الشغل في المذاكره في الرياضه في اي حاجه. انت ما شاء الله يعني لغايه اللحظه انت محققه انجازات مشرفه جدا، فانت لسه طموحك وقف عند المرحله دي ولا لسه في طموحات ثانيه؟ لا لسه بقى في حاجات للبلد بقى وللناشئين ان شاء الله. برافو. ان شاء الله. بس في البدايه خلينا نقول ان انت تنضمي للجنه الرياضه بمجلس النواب، لان اعتقد هو ده يعني مكانك. يا رب. يعني انا طبعا نفسي، يعني هو اكيد كل حاجه الواحد هيتحط فيها هيخدم بلده يعني ايا كان. انا برضو ممكن يبقى حظي في حاجه مثلا للتعليم او للصحه، اكيد هتعلم فيها. هي بتبقى تكليف يا هاديه ولا انت بتبدي رغبتك في الانضمام للجنه ما، ولا تبقى لخلفيتك بيتم تسكينك في احدى اللجان؟ هو اكيد تبقى للخلفيه، بس احنا بيبقى في رغبات، يعني بيبقى في رغبه اولى ورغبه ثانيه، والواحد بقى وحظه هيجي له في ايه. يعني ان شاء الله اتمنى ان هي تكون لجنه الشباب والرياضه، وبعدها برضو اتمنى ممكن التضامن الاجتماعي وذوي الاعاقه، يعني دي حاجات برضو بتخدم الرياضه. يعني مهمه. معاكي حق. طيب السؤال برضو علشان الناس تبقى عارفه، انت ما تمش تعيينك، انت انتخبتي؟ تمام. صح كده. انا نزلت في القائمه الوطنيه من اجل مصر وعن شرق الدلتا محافظه الشرقيه، والحمد لله يعني ان احنا الانتخابات قدرنا. طالما تم انتخابك يبقى انت رشحتي نفسك، ايه اللي خليكي تاخدي الخطوه دي؟ هو انا جالي الترشيح من تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. هي عباره عن يعني مجمعه احزاب كتيره قوي ومستقلين، فانا لما جالي الترشيح ان انا يعني اقدم ورقي وانزل ما ترددتش. انا رغم ان انا عملت الحكايه دي في 2015 بس انا ما نجحتش، كنت في قائمه التحالف الجمهوري، وساعتها قلت انا مش هكرر الموضوع ده تاني يعني. بس سبحان الله المره دي حتى اول ما قلت لبابايا شجعني جدا، مامتي ما كانتش موافقه تماما، هي خايفه عليا يعني، بس بابايا كان بيشجع الموضوع، وقدمت بقى ورقي والحمد لله. يعني يعني يا رب يقدرني بقى ان انا اقدر فعلا اخدم البلد يعني من الموضوع ده ان شاء الله. طيب هنتخيل ان شاء الله ان انت تم ضمك للجنه الرياضه، انت شايفه ايه البنود او القوانين اللي احنا بنتكلم ان هي المفروض تكون موجوده او تطرح علشان نبدا نقول ان المنظومه الرياضيه في مصر بتتحسن؟ احنا يعني مش عايزه ادخل برضو في الديتيلز لان انا ما ذاكرتش القانون كويس قوي، فلازم ان انا اذاكره كويس قوي واعرف بالظبط ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها. بس احنا في حاجات كتيره قوي تنقص الاولمبيين والبارالمبيين والمدربين، يعني انا بحس ان المدربين برضو مهضوم حقهم جدا، واللاعبين يعني احنا كلاعبين منتخب برضو لازم يبقى في حاجات تحمينا، لان الناس كلها مش بتلعب رياضه وبتتعلم. في ناس بتلعب رياضه بس، في ناس بتلعب لمنتخبات بس، فان هو بعد ما يخلص لعب المنتخب وما يبقاش ليه مستقبل فدي مشكله، فلازم حاجه تضمن حقوقهم. فانا ان شاء الله يعني لما يكون لي نصيب ان انا ادخل جوه لجنه الشباب والرياضه اكيد هدرس القانون كويس، وبرده بمساعده برده الدكتور اشرف صبحي اكيد هقعد معاه ويعلمني برده الحاجات الموجوده، واقدر بقى ان انا افكر واعمل كويس. ان شاء الله يعني حاجات كويسه موفقه ان شاء الله. طيب تعالي نتكلم بقى عن الرياضه اللي انت محترفه فيها، الريشه الطايره، ينقصها ايه عشان تبقى اكثر جماهيريه وشعبيه، وينقصها ايه عشان يبقى لاعبينا ولاعباتنا في الرياضه دي بالتحديد بينافسوا في كل المحافل الدوليه والعالميه؟ ريشه الطايره طبعا زي ما احنا عارفين هي مش مشهوره في مصر زي ما هي مشهوره في شرق اسيا وفي بلاد بره، هي يمكن بره هي اللعبه الاولى لكن في مصر هي مش معروفه خالص. انا نفسي عرفتها بالصدفه،
فهي ينقصها اولا ان احنا يبقى عندنا معسكرات كتير مع لعيبه من بره، سواء ان احنا اتمرنا معاهم او جبنا يعني سافرنا لهم او جبنا ناس عندنا هنا ان احنا نحتك بيهم كويس قوي. احنا مدربين عندنا كويسين، بس طبعا برضو لما يكون في حد خبره من شرق اسيا سواء برضو جه شوي فتره او احنا رحنا اتمرنا معاه فتره، ده بيفيد جدا، لان في لسه فرق في المستوى ما بيننا وما بين اسيا. يمكن اوروبا قربنا لهم قوي، بس اسيا احنا لسه في فرق جامد. السنه كنا سافرنا معسكر في تايلاند، وده يمكن ده كان سبب برضو ان احنا جبنا مرتين ورا بعض انا وضحى هاني اول افريقيا في الزوجي، رغم ان احنا عمرنا ما كنا اخذنا اول في زوجي البنات، بس ركزنا في المعسكر ده ان احنا نتمرن زوجي، لان الزوجي مختلف تماما عن الفردي. احنا طول عمرنا بنتمرن فردي، يعني انا بتمرن في النادي بتاعي فردي وهي بتمرن فردي، لكن التكنيكس والتكتيك في الملعب كان مهم قوي ان احنا نروح نتعلمه من بره. زي اي لعبه الاحتكاك الكتير بيعلم خبره وبيحسن قوي، سواء في الداخل او في الخارج يعني. كويس جدا. في بقى اولمبياد طوكيو مفروض قادمه، استعداداتك بقى؟ اولمبياد طوكيو احنا طبعا كان المفروض ان انا اكون خلاص خلصتها من الشهر 8، بس التاجيل طبعا بس اللي التاجيل حصل. وانا كنت مقرره ان انا في شهر 8 هلعب الاولمبياد وخلاص، يعني مش ممكن ابقى العب بس كده يعني انزل اتمرن يومين في الاسبوع او حاجه، لكن الحمد لله ربنا مقدر يعني ان هي تتاجل السنه الجايه وان انا يبقى في سنه زياده كلاعب دولي. يعني في شهر 2/3 كان اخر حاجه كنا رحنا بطوله اول انجلند، وقفنا بعدها على مركز 35 على العالم، وده كان حاجه الحمد لله عمرها ما حصلت قبل كده. احنا كنا بنحاول ندخل جوه ال100 الاول على العالم يعني، فان احنا نوصل في 35 انا وضحى في الزوجي وفي كمان ضحى وادهم في زوجي المختلط، فده كان انجاز بالنسبه لنا. وكنا المفروض كان ناقص لنا شهر ونص، فيهم اربع بطولات كانوا في شهر 4 ونص شهر 3، ان احنا كنا نلعب فيهم اربع بطولات ونحافظ على مستوانا في التصنيف الدولي ونتاهل لطوكيو 2021. البطولات دي وقفت، المفروض ان هي هتستكمل في نفس التوقيت في 2021، فان شاء الله احنا يعني يمكن المنتخب هيتجمع تاني من الاسبوع اللي جاي، وانا وضحى مش موقفين تمرين يعني بنتمرن مع بعض الحمد لله. فنفسنا ان احنا نعمل حاجه مختلفه، ما نبقاش بس تاهيل. طبعا هو تاهيل في حد ذاته ان احنا بنبقى 16 زوجي بس متاهل من العالم كله، ففي حد ذاته ده انجاز ان احنا نتاهل، بس احنا نفسنا وبنحلم باكتر من كده يعني، يا رب ان شاء الله. عايز اسالك على فكره تنظيم الوقت، لان انت بيخيل لي ممكن يبقى عندك مشكله لو انت ما عرفتيش تظبطي نفسك كويس الفتره الجايه ما بين يعني الجزء بقى البرلماني والممارسات البرلمانيه وحضور للبرلمان طبعا، وفكره التدريب بشكل مستمر، فكره المنافسات، فكره السفر عشان لو عندك اي لقاءات خارج مصر، ناوي على ايه؟ اهوال هل يعني قلقانه من ان يحصل تضارب مثلا في المواعيد في بعض الاحيان؟ هو انا قلقانه طبعا، بس هو زياده على كده كمان ان انا مش هوقف تدريس لان انا بدرس في الجامعه. صحيح مش هبقى بروح كل يوم يعني، بس على الاقل فتره التدريس او اللي عليا اعمله برضو هفضل اعمله. بس اهم حاجه تنظيم الوقت والاولويات، يعني السنه الجايه هتبقى مختلفه عشان فيها طوكيو ان شاء الله، فاكيد هيبقى تركيزي برضو بجانب البرلمان هيبقى على التمرين اكتر من اي حاجه تانية. فانا نفسي يعني ان انا اخلص الدكتوراه برضو في اقرب وقت ممكن عشان ابقى مركزه السنه الجايه اكتر في الحاجتين يعني اللي عليا. الزحمه اللي احنا بنتكلم فيها ده في دكتوراه في النص كمان. ده في دكتوراه. بس هي الدكتوراه دي انا بديها من 2015 والمفروض كنت ابقى مخلصاها السنه دي يعني، بس الحمد لله لسه ما خلصتهاش. ان شاء الله تخلص قريب يا رب ان شاء الله يعني. واللي انا مبسوطه عشانه كمان ان انا بحب التدريس جدا، والحاجه الوحيده اللي مسموحه ان الواحد يعملها وهو في البرلمان ان هو يقدر ان هو يدرس، يعني كل الناس تاخد تفرغات بس التدريس عادي ان الواحد يعني يدرس. فالحمد لله برضو هو لازم انظم وقتي لان انا مرعوبه يعني، دخلت 2021 كده هي صعبه، بس ان شاء الله تنظيم الوقت وبرضو الناس اللي ورايا وفي ظهري وبيساعدوني
هم دول برضو يعني هيبقوا سبب ان شاء الله في نجاحات كتير يا رب ان شاء الله. حلو جدا. راح اتكلم معاكي معلش شويه في ملف الرياضه، لان احنا عايزين كده وبنامل ان شاء الله ان يكون في تغيير كبير برضو او تحسن. لما نيجي نتكلم عن الرياضه دايما احنا بنربطها بالسياحه، السياحه الرياضيه او الرياضه السياحيه، فكل ده الى حد يعني او في النهايه بيصب في مصلحه مصر او اقتصاد مصر. فبرضو هل لديكي فكر الى حد كبير برضو او الى حد ما ازاي برضو ننمي هذا الملف او ازاي ننمو بهذا الملف؟ ده اعتقد هيفيدنا في المرحله الجايه كويس جدا، يعني بعد كورونا وكوفيد 19 لما تنتهي. طبعا احنا اصلا مصر اوريدي بتعمل كده بس في لعبات محدده، يعني مثلا السكواش بيتلعب بطوله الاهرام، والتنس بيتلعب في شرم الشيخ، والتايكوندو برضو عملوا بطوله عالم السنه اللي فاتت برضو في مكان سياحي في مصر. فانا اول السنه يمكن ابتديت اعمل كده في المول، عملنا بطوله في مول من المولات اللي في مصر، بطوله ريشه، كانت اول بطوله ريشه جوه مول. هي صحيح ما كانتش بطوله جمهوريه او كده، بس كتجربه وبدايه، فدي كانت حاجه كويسه قوي. انا بقى نفسي ان بطوله الاهرام الدوليه ما تبقاش بس للسكواش، فتبقى لجميع الالعاب، يعني يبقى دايما في بطوله دوليه معموله عند الاهرامات الناس بتنبهر، وده كله اعلان للسياحه المصريه. ما هو ده بالظبط. انا يعني في بلاد ما عندهمش اثار وما عندهمش حاجات، وبيقدروا ان هم يخلقوا اي حاجه يعملوا قدامها بطولات دوليه، فلا احنا عندنا الامكانيات وعندنا كل حاجه، هو بس التنظيم ليها. ومصر فعلا بتعمل ده على نطاق قليل في العاب محدده، فلا ان شاء الله يعني تتعمم تبقى في العاب كتيره قوي. خلاص احنا هنعتمد عليك ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. أني لحظه كانت اكثر سعاده بالنسبه لك؟ هل اللحظه اللي اتكرمت فيها بوسام الجمهوريه من الطبقه الاولى لانجازاتك ولاسهاماتك الرياضيه، ولا اللحظه اللي كنت واقفه فيها قدام السيد رئيس الجمهوريه في دوره من دورات مؤتمر الشباب العالمي والقيتي كلمه ونالت استحسان كل الحضور؟ هل اللحظه اللي عرفتي من خلالها ان انت تم ترشيحك لعضويه مجلس النواب، او لحظه الفوز بالعضويه؟ يعني انت عندك لحظات حلوه كتير ما شاء الله. اني الاكثر سعاده على الاطلاق؟ خلينا نقول ان لحظه الترشيح والفوز بمجلس النواب دي كانت لحظه خوف بالنسبه لي، لان هي حاجه جديده عليا وحاجه مسؤوليه كبيره قوي. فانا بالنسبه لي هي ما كانتش فرح على قد ما هي يعني خوف من الفرح. يعني طبعا انا بالنسبه لي كان دايما رفع علم مصر في المحافل الدوليه وفي البطولات، ده كان دي بتبقى اسعد حاجه في حياتي، وكان احلى عيد ميلاد بالنسبه لي عيد ميلاد 2019 لما كان عندي يعني طلعت اتكلمت قدام السيد الرئيس وكل الوزراء، ودي كان يعني برده كان احلى عيد ميلاد يعني بالنسبه لي. وكان هو يعني كانت لحظه انا مش مصدقه نفسي يعني الحمد لله. بس كل بقى الميداليات اللي انا جبتها وزياده عليها الاولمبيات، اولمبيات بكين 2008 بالذات، لان دي كانت اول اولمبيات ليا، دي برده كان انا ما كنتش مصدقه نفسي ان انا وصلت الاولمبيات، وكان قبل الاولمبيات باسبوعين كنت اخر اسم في البعثه المصريه وسافرت، كنت بموت نفسي في الملعب مش مصدقه ان انا هناك، وكان سني صغير وكسبت كمان اول ماتش. فبالنسبه لي اللحظه دي كانت يعني ما تتعوضش، لان حتى كان محجوز لي ارجع بعد الماتش الاولاني، يعني انا كان عودتي محجوزه من مصر ان انا ارجع بعد الماتش الاولاني، ما كانش في حد متخيل ان انا ممكن اعدي كمان الراوند الاولاني. فدي كانت لحظه سعاده برده جدا ان شاء الله. يعني المزيد من لحظات الانتصار والفرحه ورفع علم مصر وتشريفك لينا في مجلس النواب. احنا وقتنا للاسف الشديد خلص، وبنشكرك شكرا جزيلا وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. والله انا بشكركم جدا، وبشكر طبعا كل الناس اللي ساعدتني ان انا اوصل في اللي انا فيه، اهلي ودكاترتي ومدربيني، يعني في ناس كتيره قوي مش انا لوحدي، ومتهيالي اي حد ناجح بيبقى واقف وراه ناس كتيره قوي طبعا. هم اللي بيوصلوا لي اللي هو فيه ده الحمد لله. نورتينا يا هاديه، شكرا ليكي وكل التوفيق، ويا رب كده في المستقبل كمان نشوف وزيره شباب ورياضه سيده، دي تبقى برده نقله جديده وتبقى حاجه اكيد برده كلنا بنتمناها اذا وجد فعلا يعني النموذج ده. الحلقه خلصت النهارده، هنشوفكم انا وكريم بكره ان شاء الله، وحلقه نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي.